الأمام من المدينة، محاولة ولكن تغطية دفاعية تأتي عن طريق اللاعب جونسون، إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الضربة الركنية لصالح الهلال، والمتخصص هيثم مصطفى. هيثم مصطفى في التنفيذ، جماهير تهتم باسم هيثم. كرة ملعوبة، محاولة رأسية ولكن مستخلصة. متعهد، هو العنوان العالي للتهديف. ساس يفعلها من البداية ويولع المدرجات، مدرجات من نار لانتصار للهلال في الدار. هدف أول عن طريق ساسا هي البداية، ليس إلا وإجراءات الدفن الرسمي بالمقبرة تبدأ. يا نمبا، شوف سيدا بالعرضية بتسديدة من جانب سيدا، رأسية كانت لم تمر من توري، عادت بعد ذلك، اتحاول فيها باري ديمبا وساسا في التوقيت المناسب للهدف الأول والهدف السابع لساسا سادومبا. لاعب يعرف درب المرمى، يعرف درب المرمى، لم يولد في تنبيق، راجل دولي جوا الشبكة، جوا الشبكة مولود ومتخصص في الفريق النيجيري، يدون الهدف.